تحية لصوت العدالة مملكتنا، وتحية للصحافة بصفة عامة، وتحية للناس ديال الجهات مراكش أسفي على هذا المهرجان ديال قلعة صرغنا ديال التراث. جينا حنا فرقة أمازيغية حوتا كبيري من مدينة أزرو الأطلس المتوسط بطبيعة الحال، جبت المجموعة ديالي وعندي شرف نشارك في هذا اللقاء وهذا المهرجان، وتنشكركم بزاف. ولقينا الترحيب الحمد لله، كل شيء بخير، وكنتمنى نكونوا خفافين على قلوبكم، وتنتمنى الجمهور يقبل منا داك الشيء اللي تنديروا، وتحية لكم. شكرا. انضم لنا الآن واشترك في القناة للحصول على صدى أخبار مملكتنا.